أهلا بيكم، أنا ميرا صانعة محتوى لموبايل ليجن، والنهاردة هكلمكم عن ألفا من أقوى المحاربين اللي ممكن نستخدمهم في طريق الخبرة. وأول حاجة هنبدأ بيها هي مهارة ألفا الخاصة. المهارة الخاصة عند ألفا عبارة عن إن هو كل مرة هيستخدم فيها مهارة من مهاراته هيستدعى بيتا لمهاجمة الهدف، هيحدده بعلامة، والعلامة دي هتخلي بيتا يضرب 3 ضربات ليزر حالة إن العدو أخذ علامتين من العلامات اللي هياخدها العدو من مهارة ألفا. أول ضربتين ليزر من بيتا هتسبب ضرر حقيقي للعدو وهتقلل من سرعة حركته، وآخر ضربة من الضربات التلاتة هتسبب ضرر حقيقي للعدو وللأعداء اللي حواليه. والمهارة الخاصة كمان بتشتغل طول الوقت مع ألفا حتى لو كانت على التوابع أو وحوش الأدغال، يعني تعتبر مهارة زي مهاراته العادية اللي بنستخدمها طول الوقت. وفي المهارة الأولى لألفا بيطلق فيها موجة ضوئية نحو الاتجاه اللي بيكون محدده وبيسبب ضرر جسدي للأعداء على طول المسار، يعني اللي واقفين ورا بعض أو في خط مستقيم، وبيبطئهم بنسبة 40% لمدة ثانية واحدة بس، وبعدها على طول بيهاجم بيتا الأعداء في نفس المسار وبيسبب لهم ضرر جسدي إضافي. لأن ما ننساش مهارة ألفا الخاصة بتتفاعل كأنها بالظبط ضربة من ضرباته العادية أو من ضرباته الأساسية، لأنها بتتفاعل مع كل مهارة هو بيضربها. وبسبب مهارة ألفا الخاصة وتفاعلها مع أي مهارة من مهاراته بيضربها، ده بيخليه بطل محارب مميز من ضمن الأبطال اللي نعتمد عليها في بداية المباراة. مش بنحتاج وقت طويل علشان نقدر نقوي بطلنا خلال المباراة. كمان ما ننساش ان مهاراته بتتفتح بسرعة، مش بتحتاج لوقت طويل علشان تتفعل. وفي المهارة التانية عند ألفا بيوجه فيها رمحه في الاتجاه اللي بنكون محددينه وبيسبب ضرر جسدي للأعداء اللي في المنطقة. مع كل إصابة هيستعيد 100 نقطة من نقاط حياته، وبعدها على طول بيتا بيهاجم الأعداء في المنطقة اللي انضرب فيها الرمح وهيسبب ضرر جسدي للأعداء. أما بالنسبة للمهارة القصوى عند ألفا، فيها ألفا بيؤمر بيتا مهاجمة المنطقة اللي هيحددها هيسبب ضرر جسدي للأعداء اللي هيصيبهم وهيشلهم في مكانهم لمدة ثانية واحدة. نفس الوقت هيقفز ألفا في المنطقة المحددة وهيسبب ضرر جسدي للأعداء اللي موجودين في طريقه، هيدفعهم للأعلى وهيبطئهم بنسبة 40% لمدة 1.5 ثانية، وبعد كده هيهاجم بيتا أعداء في المنطقة دي لمدة 5 ثواني، وكل هجوم من هجومه هيسبب ضرر جسدي إضافي للمهارة القصوى. أما بالنسبة للتجهيزات والمعدات المعركة، فيفضل دايماً إن إحنا نستخدم لألفا مميزات سفاح، بنفتح منها موهبة رشاقة لسرعة حركة ألفا معانا، وموهبة غزو علشان تساعده في الاختراق الجسدي، وموهبة مجزرة إن تساعده في استرجاع 15% من نقاط حياته القصوى عند قتل عدو من أعدائه، غير إنها بتزود سرعة حركته بنسبة 20% لمدة 5 ثواني. أما عن تعويذات المعركة، فموجود أكتر من تعويذة نقدر نستخدمها معاه، بمعنى إن احنا لو هنستخدم ألفا في طريق الخبرة ممكن نستخدم تعويذة المعركة انتقام. إنها عند استخدامنا لتعويذة المعركة دي يحصل ألفا على نسبة 35% من تقليل الضرر. كل مرة العدو هيضربه هيرجع له 35% من ضرره، وتأثير تعويذة المعركة دي بيدوم لمدة 3 ثواني. وفي حال ان احنا هنستخدم ألفا كجانجلر فهنستخدم له مخلب الأدغال، انها بتسبب ضرر حقيقي على التوابع او وحوش الأدغال المستهدفة، غير انها هتساعده في
في تزويد الذهب والخبرة من وحوش الأدغال اللي هيموتها بنسبة 60%، كمان لأنها هتقلل من ضرر اللي هياخده من وحوش الأدغال بنسبة 40%، غير إن هو لما هيجمع 5 تراكمات من قتل وحوش الأدغال وقتل بطل من أبطال العدو والمساعدة في قتل بطل من أبطال العدو، هيطور الحذاء بتاعه على حسب نوع حذاء الأدغال اللي هياخده، ولما يوصل ل 15 تراكم يحصل على 10 نقاط هجوم جسدي وقوة سحرية إضافية و 100 نقطة لحياته القصوى. أما بالنسبة للمعدات المرجحة لألفا، فأول مجموعة هتكون قدامكم حاليا لو هنستخدم ألفا في طريق الخبرة، والمجموعة التانية هتكون مرجحة في حالة إن احنا هنستخدم ألفا كجانجلر. وطبعا لازم نخلي بالنا ان معدات الدفاع بتتغير على حسب الاعداء، مين اكتر عدو فيهم مسبب لنا ضرر، وناخد له معدات دفاع، يعني بمعنى ان كان دفاع سحري او دفاع جسدي. اما عن كومبو الفا فهيكون المهارة الثالثة مهارة تانية المهارة الاولى، تاني المهارة الثالثة المهارة التانية المهارة الاولى. أما بالنسبة للأبطال المضادة لألفا، هيكون أول بطل معانا هو كلاود، لأنه بيقدر يضرب ألفا من بعيد ويسبب له ضرر مستمر مع مهاراته، وده بيسمح له أنه يموته بكل سهولة. تاني بطل هيكون معانا هو كاري، بسبب مهارتها الخاصة وضررها وضربها من بعيد بيسمح ليها أنها تموت ألفا بكل سهولة. مش بس دي الأبطال اللي بتقدر تكون ضد ألفا، ولكن في اكتر من بطل كمان معانا زي مانسيستر وباكشيا وروبي، كمان في معدات مضاده لألفا زي حربه ملك البحار وزي رعب الجليد وكمان قلاده الحريه، انهم كلهم بيعملوا على تقليل شفاء الابطال، وبالتالي هم الحل الامثل انهم يكونوا ضد ألفا، لان بسبب مهاراته عنده قدره عاليه جدا من الشفاء. طبعا كل معدة بناخدها على حسب الرول اللي بنستخدمه، كان مدافع او محارب او ماجيك. كده اكون خلصت كل حاجة عن ألفا، واشوفكم مع بطل جديد في فيديو جديد.